السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعطيكم بعض النصائح اللي تساعدكم على الصيام بصحة بإذن الله. لتقليل الصداع علينا نقلل من شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة تدريجيا، ونستبدلها بمشروبات رمضان الدافئة الصحية اللي تساعدنا على الاسترخاء والتخلص من الغازات والحموضة مثل النعناع المغلي، البابونج، اليانسون أو الزعتر المغلي. خلنا نتجنب الجلوس مع المدخنين ونستفيد من شهر رمضان للناس اللي يدخنون انهم يقلعون عن عادة التدخين ويمتنعون عن التدخين خلال الشهر الفضيل وما بعد الشهر الفضيل. النوم في اليوم الواحد خصوصا في رمضان نحاول انه يكون 7 ساعات على الاقل في الليل متواصلة، بتزيد هرمون الشبع وبتقلل هرمون الجوع.